هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا لم تكن الجزائر تنتظر صفعه بهذه القوه من امريكا، لم تكن تنتظر ذلك. بعد ما خلات السفيره الامريكيه تجول وتصول كما تبغي في الجزائر، دايره كراحه كما تبغي، يعني نقول لكم ولا سفير في الخارج دايرها امريكيه ما نقولش خلي. تصور لو خمسة ست سفراء أجام، سفير تاع روسيا، سفير تاع فرنسا، تاع إيطاليا، تاع إسبانيا، سمعت، تاع كندا، حيديروا كيما السفيرة الأمريكية، تولي سوق الجزائر، تولي فوضى، يولوا الولايات كل واحدة وزاد مع الولاية، الرئاسة راهي تولي كوري، قيادة الأركان راهي كوري. وهي ماشية لما يعني نستغربوا في هذه الحكاية تاع السفيرة. ابن بعد هذا مشات زادت البارح كملت، مشات للمحكمة العليا، صفقوا لها، رحبوا بها، حطوا لها التشارك، القاطون، القنيدلات، ولا واحد. وهنا تكلم على فلسطين يا ابن حرام، ولا واحد من القضاة المحكمة العليا طرح سؤال على السفيرة الأمريكية، لماذا أمريكا تؤيد إسرائيل في اختراق للقوانين الدولية وما كقضاة؟ لماذا أمريكا تؤيد إسرائيل في اختراق القوانين الدولية وفي جرائمها ضد الإنسانية؟ ولا واحد طرح سؤال على السفيرة الأمريكية، سمعناش، ولا واحد أدان الموقف الأمريكي. تابسك حب دير مشروع قرار في مجلس الأمن، على الأقل قوم بإدانة أمريكا قدام سفيرها، ولا واحد يديرها. واش كي انتم مع فلسطين، ولكن لما تشوفوا الأمريكان هبطوا، هذه هي مع المعادشتة. قل لي عمرها ما كانت رجلة كل شيء كلام فعل. السؤال يبقى مطروح، لماذا لم تسأل السفيرة الأمريكية من طرف أعضاء المحكمة العليا حول تدعيم أمريكا للجرائم التي تقترفها إسرائيل وفي تهجير الفلسطينيين، في الإبادة الجماعية، في اختراق القوانين الدولية؟ دي كلها مواضيع قانونية لابد من طرحها. لماذا لم تطرح الأسئلة ولم تدان إسرائيل أمام أمريكا أمام سفيرتها في الجزائر؟ خافوا يا ولاد الحرام، أمريكا بعث لكم إليزابيث، بعث لكم نفرح، قولكم ساكتين، أنتم رجال وأنتم دولة، ما كنتمش دولة. عرايا بزاف دي فوايو، كلكم عرايا دي فوايو بدون استثناء. لو كان في استثناء كان واحد على الاقل يرفع صوته وينوض ويطرح السؤال عليها ويدين امريكا، كانش يديرها. امريكا اللي اليوم راهي تلعب تتوجد توجد في واحد الخطة البوليزاريو والعصابة، احنا نتمنوها تربح باش نتمنوها من العصابة وربيبها.
قوي ان شاء الله قبل الانتخابات باش على الاقل نقدروا نديروا انتخابات نزيهه وشفافه. درك نتكلموا على الشيء اللي راه توجد فيه امريكا للعصابه والبوليساريو.